غلاء الأعلاف يدفع الكسابة إلى التخلي عن أبقارهم. واصل عدد من مربي الأبقار لأوضاع مزرية بسبب موجة الجفاف التي اجتاحت المملكة وأنهكت الغطاء النباتي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق يظهر الأوضاع المزرية التي وصل إليها الكسابة، ما دفع بعضهم إلى التخلي عن الماشية. واتقى الفيديو استلقاء بقرتين هزيلتين بالقرب من سوق ثلاثاء سيدي بن نور، تخلى عنهن أحد الكسابة بعدما فشل في بيعهن. وأظهر الفيديو ذاته بقرة أخرى تركها صاحبها ورحل بعدما فشل هو الآخر في بيعها في السوق الأسبوعي. يشار إلى أن أسعار الأعلاف تضاعفت بسبب تأخر التساقطات المطرية هذه السنة، ما أثر على الغطاء النباتي وسبب أزمة خانقة للفلاحين خصوصا الصغار.